البيوت اللي عم بيتم تصويرها هلأ هي ببلدة المشرفة يلي هي على حدود اللبنانية السورية، ومبنية على تقريبا على قناية المي، تبعد عن الحدود أو عن الأراضي السورية بين بعض الأماكن 10 أمتار، 100 متر، 20 متر، 150 متر. يعني المهمات لضبط أي تسلل من هذه المنطقة صعبة جدا للجيش اللبناني، خاصة على قناة المياه، وبالتالي حتى يعني التداخل السكاني والعائلي لأهالي هذه المنطقة هو جدا متين، وفينا نقول أنه فعليا ليس من حدود بين البلدين في هذا الجانب، لا بل أراضي متداخلة، والمنزل الواحد نصفه في الأراضي اللبنانية والنصف الآخر في الأراضي السورية. حدود اللبنانية السورية هنا عبارة عن قناة مياه يقوم الجيش بإقفالها عبر سواتر ترابية، كما تشاهدون مشاهدينا سواتر ترابية تقفل هذا المعبر من الجانب اللبناني، ومباشرة على بعد أمتار مركز للجيش العربي السوري حيث يرفع العلم في أرضه في الأرض السورية. إذن لابد من التنويه إلى مسألة خطيرة ومهمة جدا، غير صحيح أن هنالك في لبنان 130 معبر أو أكثر، لا بل يمكن القول أن المعابر غير الشرعية غير موجودة أصلا على الحدود اللبنانية السورية، لا بل هنالك ثغرات وممرات ومسالك ربما، ولكن هي متداخلة بين الجانبين، ويقوم الجيش اللبناني بإقفالها بسواتر ترابية أو بدشم من البطون أو الخشب أو ما شابه. لذا إنها عملية كر وفر تتكرر يوميا لمنع أي تسلل أو لمنع تهريب بعض من البضاعة، وليس كما يشاع بأن هنالك مئات ومئات من الأطنان التي يمكن أن تمر من هنا. شاهدوا معنا المنازل المبنية على الحدود، هذا ساتر ترابي أقفل به الجيش اللبناني ممر ومسلك كان مفتوحا ليعبر منه اللبنانيون والسوريون الذين بينهم قرابة أو مصاهرة أو مصالح مشتركة على الأراضي الزراعية. تم إقفاله بسواتر ترابية، ولكن لمزيد من الموضوعية لا شك أنهم يمرون من مسالك أخرى، هذا كله بسبب عدم تسييج الحدود أو حتى ترسيم الحدود، ليس هنالك من جدار فاصل أو أسلاك شائكة، ولكن علينا أن نؤكد للرأي العام أن العبور لا يتم إلا عبر السير على الأرجل. نتجه الآن وضمن الأراضي اللبنانية لنصور لكم مجرى مياه الري الذي نتحدث عنه، وهو الذي يفصل بين الحدودين. هنا مدخل بلدة حوش السيد علي، أمامنا مباشرة حاجز للجيش اللبناني، حيث أن الوافدين والخارجين من هذه البلدة لابد أن يمروا عبر هذا الحاجز ويجري تفتيشهم، كما حصل أمامنا الآن. كما ترون أن عناصر الجيش اللبناني موجودة بشكل دائم على هذا الحاجز الثابت للتأكد من هويات المارة وتفتيش آلياتهم أو سياراتهم أو حتى دراجاتهم. هون حوش السيد علي، ما هيك؟ بيحكوا كتير عن حوش السيد علي إنه منطقة كتير مرتاحة وأصحابها عايشين على أموال التهريب وإنه حدود مفتوحة وإنه أوتوستراد وبيمرق منه شحنات. شو فيك تخبرني عن هالموضوع؟ كله معك، ما عنا لا عنا لا تهريب ولا عنا شيء، عنا شق أراضي مزرعين، كل أهل حوش مزرعة هون. نعم. ما في تهريب، ما في شيء. نحن صحيح أراضينا ضمن أرض سورية، في أن أرض لبنان، أرض لبنان، أرض سورية. نعم، يعني أنتوا أرضكم بين الأرض اللبنانية والأرض السورية ولا هي متداخلة؟ عندي أرض سورية وأرض لبنان. يعني بين منتصف، يعني عندي نص هون نص هون نص هون. طب كيف عم بتحلوا هيدي المسألة؟ هلا مسكرة السور منوب، إجا الجيش قام السور قام الدنيا، ما في شيء منوب.
الجيش هون عامل كل الجسور، ما فيش عندنا ولا جسر. طب كيف عم تقدر تروح على ارضك؟ طب شو الحل بالنسبه لك لحتى تقدر تطلع؟ اتفاقيه سوريه لبنانيه. نعم. بده يصير اتفاق بين بعض. طب لنفرض ما صار اتفاقيه سوريه لبنانيه، كيف بدك تروح على ميله ارضك انت؟ ما في نقطه. اذا نحن ساعدناكم بهيدي المساله وقلنا انه خلي يصير في تصاريح، هل هالشيء بيساعدكم؟ ايه معقوله. هل انتم سهل عليكم انه تجيبوا مواد غذائيه ونوع من البضائع من سوريا باتجاه لبنان لانه الاسعار يعني متدنيه اكثر مثلا؟ لا هلا حاليا ما سكر الجيش الحدود عندنا بين منصور. اي متى سكر الجيش الحدود؟ صار زمان يعني من الحجز. هذا الحجز هلا نير عندنا الحجز هون قاطع ابدا، بتاتا قاطع، ما في شيء بيمر مطلوع ابدا ابدا ابدا. طب نجي على بيوتنا بصعبه، عروح على المجي فتوا السياره تبعنا. وتهريب ماشي يومي ما في تهريب، وين تهريب؟ ما في تهريب، كلها اعلان فاشل، ما في شيء، ما في عندنا شيء. روح برمي على الحوش هلا كلها سوا، ما بتلاقي بكاب، ما بتلاقي شيء ابدا عندنا. منو هون عم بيقولوا انه في معبر؟ معبر؟ ايه في معبر حوش السيد علي. نحن في منطقة ايه منطقة، ما في معبر، منطقة حدودية. ايوه منطقة حدودية بس. وانتوا اراضيكم يعني بين لبنان وبين سوريا؟ ايوه بين الاراضي اللبنانية. وفعليا عم بيمرق تهريب من هون شحنات او مازن؟ ما في شيء. شو بدك في تهريب؟ اذا ما في عندك حاجز هون، اذا بدي روحي قطع غير الحاجز ما فيكم تقطع. نعم. غير على الحاجز ما فيكم تقطع. طب هل انتوا انتوا النهر كيف بدي اقطع الواحد؟ نعم. يعني جيب طيارة هلا ما في غير الحاجز، بيسمح انا اجيب اغراض للبيت بس. يعني شوفت عينكم ما في شيء يعني حتى انتم اذا بدكم دخلوا مواد غذائيه او اي بضاعه لعندكم لبيتكم عم يمرقوا على الحاجز بامر الجاي اذا بيقولنا لا. طب بس يعني ما من هالمال في قريه سوريه عم تجيبوا؟ في قريه مهنه مسكرين علينا كمان السوريين. مسكر عليكم السوريين ومسكر علينا السوريين. شو قصه معبر حوش السيد علي؟ اعلان بس. اعلان بس؟ اعلان. انت هلا بنص حوش السيد علي وتطلع شوف يا غير بشريه يعني. لا انت جيت مو صدفه؟ لا اكيد طبعا احنا قصدنا هذا الموضوع. مو قصدتوا الموضوع، جيتوا على شفتوا في شيء غير انه بعغر الواقع. في حدا عم بيهتم بموضوع حل مساله اراضيكم اللي لها علاقه بين الاراضي اللبنانيه وسوريا؟ الاراضي وسوريا هي ما في لها حل؟ هي العاصي اللي قتل. طب في عندكم شيء ملام انتم على الجيش بهذا الموضوع؟ لا بس لا لا بالعكس، ما اهلنا واهلنا قاعدين بيناتنا. كيف يعطيك العافيه. شكرا. سيد الحاج حسن نحن بنتشكركم يعني كلكم على هالاستقبال اللي عم تستقبلونا فيه، بس ما بعرف هلا انا واقفه بالارض اللبنانيه ولا السوريه. اول شيء نحن ما سابقا ما كنا قاصدين بين لبنان وسوريا، طالما في حدا عم يضغط على هذا الوطن صار في فرض انه نوقف عند حدودنا. هيدي الانات الراي هي قصمت بين لبنان وسوريا، الجيش اللبناني عم يطبق القوانين بحيث انه هاي اراضي لبنانيه وهديك اراضي سوريه. يعني وين الاراضي السوريه مطرح ما هو الموتو هلا؟ عم يطبق هيك، عم يطبق هذا الموضوع، ونحن بنحترم سياده الجيش وقيادته. نعم. بس يعني الحدود الفاصله حاج هي هيدي هلا الانيه بشكل هيدي هي. يعني هلا معبر حوش السيد علي اللي عم يحكوا عنه اللي هو هالمعبر الخطير اللي عم تمرق عبره الشاحنات هو هيدا؟ هذا هو احسنتي. نحن بدي اقول لك شغله يعني في غيره؟ لا امانه للامانه يعني بدنا ننقل الصوره موضوعيه، ما بدنا خلينا برومو يعني كله هيك. هذا هو ما في غيره، هيدا هو هيك كله يعني هيدا انتم تتروحوا على البيت بس نمشي فيه على البيت. انا بتمنى كل جهه اللي عم تجي بتقول انه حوش السيد علي فيها تهريب يتفضلوا، ناس من اهلهم موجودين وما حدا غبي عن هذا الحكي. نعم. يتفضلوا يشوفوا انه في حاجه للجيش اللبناني باول حوش السيد علي. نعم. عم يضبط الحدود وعلى اكمل وجه، ولحتى هاي الانيه اللي شايفتيها في ممر. نعم. اذا جيش لبناني اخذ العبابير اللي بنمرق فيها على بيوتنا يعني على بيوتنا، هذا زعجنا لانه نحن بنحترم قياده الجيش وما لنا مصلحه الا ننفذ اوامره ونحترم قراراته، بس هذا كمان انه على شو بدنا ننفذ؟ اذا شلنا هذا الجسر اللي بدنا نمشي باجرنا وين بدنا نروح؟ وبعدين الحاج الجيش اللبناني باول الضيعه موجود عم يطبق كل القوانين اللي عم تيجي من قيادته، وين التهريب؟ التهريب ما بيصير بالطياره، التهريب بده يكون على الواقع. صار الانات الراي تبع سد الباسل موجوده مسكره كل الحدود، وفي ممر واحد لحوش السيد علي ما حدا بيقدر يمر الا من هونيك، فاذا كيف هالتهريب؟
ما ممكن يكون في تهريب. هلا اللي ناس في غايات سياسيه موجوده عم تنطرع لا تتحمل وزر هيدي المنطقه والله بس حرام. بس خليني اسالك سؤال معلش وتجاوبني بصراحه. هلا حاجز الجيش اللبناني موجود على مدخل البلده ولكن ما في حواجز يعني على الحدود، فكيف فيك تجاوبني على هالموضوع اذا ممكن يصير في تسلل تراكتورات يعني يكون في فانات كبيره يكون في بس اشرح لي هيدا سؤال, سؤال وجيه. نحن بدي اقول لك شغله، حوسه السيد علي مثل بحيره او اثر عملتيه وقولوا ممر واحد ما في غيره، تفضل كل الناس تشوف اذا في ممر غير على جيش لبناني. اذا بيكون في ممر غير على جيش لبناني نحن ملزومين نقول في تهريب وفي صهريج وفي كل شيء مش مضبوط. حرام 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 اللي عم يصير، بكفي نحن 10 سنين حرب هلكنا. نعم. طيب اذا كان وطننا اللي هلا نيه هاي الانيه الراي اللي شايفينها بالعهد السابق ما كنا نفهم شيء لبنان السوري، هلا انطبت هالقانون لانه الظروف الدوليه الى مصلحه تعمل هذا الضغط على هالناس. طيب هذا اللبناني اللي انا عندي اخوتي واولادنا عندنا 10 بيوت هون هوني 10 بيوت لكن ونون من مني ورايح هودي بالاراضي السوريه. نعم والاراضي اللبنانيه عندنا 20. طيب كيف بدنا نكون انا بصفتي رئيس بلديه سابقا ونائب رئيس اتحاد بلديه الهرمل نحن عم نعاني من هذا الامر، عم نعاني بشكل مش طبيعي. بس حاج يعني بالنهايه هي اراضي سوريه انتم معمرين فيها يعني شو كيف لحظه اذا سمحتوا يا جماعه يعني انتم كيف بتثبت الملك يعني انت طيب. كيف عم تقول انه هيدي الارض ملكك؟ لوضح لك نحن قبل استقلال البلدين قبل ما يكون في شيء اسم سوريا واسم لبنان اجدادنا موجودين بهذه الاراضي، كان الاقطاع اللبناني والسوري مالك بهالاراضي بسوريا. نحن موجودين من مش هلا من اجدادنا، طالما اجدادنا ورثنا هالاراضي عنهم وبينا فيها. في ناس طوروا واشتروا وفي ناس باعوا، فبهذا الموقع نحن موجودين سابقا مش جديد. فهلا بظروف هالدوليه عم تضغط علينا وعم تبلش حر حر حر. طب انتوا اذا عندكم مواد غذائيه مضطرين لها بتكون تشتروها من الجانب السوري عم تدخلوها؟ عم تروح لانه الجانب السوري عمل كمان ضابط بحدوده. نعم. عامل اكثر من حاجز، بتروح على الطريق بتلاقي في 5-6 حواجز. نعم. في ضوابط مش طبيعيه، مثل ما في ظرف اقتصادي بسوريا بلبنان في بسوريا. انتوا بس عم تروحوا عند الجيش اللبناني تشتكوا او بس عم تطلعوا هلا على الاعلام عم تشتكوا او بس تكونوا عم تحكوا مع يعني الناس عم تهتم بالشان العام؟ نحن عم شو عم تقولوا؟ شو الحل؟ عم نتعب وقت اللي عم نروح موسمنا عم نتعذب على الحاجز لحتى يشوفوا، رغم انه في احترام بس قد ما بدك في مراره، وقت اللي انت بدك تنقلي موسمك من اراضيك اللبنانيه بدك تضلي تتعذبي لحتى يتاكدوا ويدرسوا ويشيلوا ويحطوا ويحكوا مقال طويل لحتى تمر. وهذا يعني انا باراضي بدي اكون اراضي بوطني أراضي انا باراضي وطني بدي انسال لعشو عم ساوي او اذا بدي اجيب علف لمزرعتي ابقار او لاغنام او لضيعتي. طيب كمان بدي اكون تسالي عني وتعملي دراسه كل يوم، كمان فيها تعب في جهد في مراره بالموضوع. وقت اللي بنوقف لو نص ساعه او ساعه البيكاب لحتى يتاكدوا بدنا هي عم يعملوا مش يمكن مش يمكن كمان عم يعملوا واجباته عم يعملوا واجباته مش يمكن انتم كمان بدوركم اللي انتم هلا يمكن عم تقول انه في مراره فيه كمان انتم عم بتكونوا مساهمين انه عم تحموا الامن الوطني وعم تحموا سلامه المواطنين لانه يمكن يكون في تسلل ارهابيين من هذه الميله. نحن بدي اقول لك شغله، هاي الضيعه كان باحداث طرابلس كانت الناس كل يعني بدي لك جلهم كانت ناس تحمل سلاحها وتسهر اكثر من الجيش، ما في حاجة جيش لبناني كان ما كان عنده مقومات مثل ما بنتمنى نحن، كانت هاي الناس هي تحمي الجيش اللبناني بكل شفافيه وبكل صدق ابدا كنا نحمل سلاح وكنا لا شك ما حدا عم ينكر انه انتم الاهالي كمان على الكره الحدوديه انتم بدور مقاوم وانتم دفعتوا عن هيدي الارض يعني بالتعاون مع الجيش اللبناني. هيدا امر محسوم. بدي اقول لك شغله بدي اقول لك كل شغله بكل صدق نحن نفتخر بمؤسسه العسكريه بقائد هذا الجيش والساب اللي كنا له كل احترام، هاي مؤسسه شريفه قاسم مشترك لكل اللبنانيه. من هون نحن قد ما كان في مرارة عم نحترم هاي المؤسسة لأنه هي عم بتنفذ شو بتطلب منهم؟ بتطلب منهم شو؟ بتطلب منهم يعيشوا الواقع يعني هاي الأنية وقت اللي بيجي بكلفوا دورية لتاخد هاي هذا الجسر عاية أساس تاخده، طالما في المدخل عندهم حاجز لجيش لبناني هن بيعملوا الضوابط هونيك مش هوني. نحن بدنا نفوت ونطلع بيوتنا عارضنا ما بدنا شيء بس يشوفوا مهرب ياخدوا. نعم. رب ابدا نحن ما منغطي حدا مهرب، بدي اشوفه مهرب نحن ما ضد ابدا لا من قريب ولا من بعيد. نعم. شكرا لك حاج عذبناك كثير. حدا بحب يقول شيء كلمه تفضل. نحن بس بدنا نقول انه هاي الاراضي اللي بس خليني اقول هذا بيت هون بيت ابنه هو اللي عم يحكي هذا بيت ابنه هذا بيته هنا وهذا بيت ابن خيي وهذا بيتنا هنا وهذا بيت اهله، يعني كيف بدنا نمرق على بيتنا ونطلع بيت خيي وبيتنا وبيت ابني؟ نعم كلها بيوت متداخله ببعضها، يعني انه هاي الانيه حاطينها من
حاطين الأناية مشان إنه بس يقطع بيته الواحد ويطلع من بيته. يعني أنا بفهم منك إنه هيدا البيت هلأ اللي قدامنا هيدا البيت وهيدا بيت أهله هنا يعني هيدا البيت من الجانب هونيك من الجنينة لهون نصه بالأراضي السورية ونصه بالأراضي اللبنانية. هنا على طريق لبنانية، هذه الغرفة غرفة المياه هي في الأراضي السورية. لا مجال للخروج من بلدة حوش السيد علي إلا عبر هذا الحاجز الثابت للجيش اللبناني، وكما ترون الجيش اللبناني عناصره تقوم بتفتيش السيارات الداخلة. تم إقفال هذا الممر من قبل الجيش اللبناني بالسواتر الترابية، وكما ترون بالجهة المقابلة أيضاً مركز للجيش العربي السوري. هذه قناة المياه التي تفصل بين الحدود السورية واللبنانية، وكما ترون ممرات ترابية. إنها عملية كر وفر بين الجيش اللبناني لإقفال المعابر. نمر بمحاذاة الحدود السورية تفصل بيننا القناة التي ترونها أمامكم قناة المياه، من الجانب الآخر ملالات وآليات للجيش السوري، وهنا من هذا الجانب مراكز مراقبة للجيش اللبناني. من السهل جدا ربما أن يتم التسلل إلى الجانب السوري أو إلى الجانب اللبناني. إذن غير صحيح أن هنالك معابر غير شرعية، أنها ممرات، وذلك لأن الطبيعة الجغرافية للأرض هنا هي متداخلة، ومن الصعب جداً لا بل من المستحيل أن يتم منع أي مرور بدراجة هوائية أو نارية أو ربما يعني مرور مرة على الطريق. ممرات ترابية، طرق فرعية ترابية يتم فتحها ربما من أشخاص سوريين أو لبنانيين، ولكن الجيش اللبناني دائما يقوم بإقفالها، ولو أن أهل البلدة هنا يتذمرون أحيانا من هذا السلوك الذي هو تطبيق للقانون، ولكن لابد من أن يتخذ لأهل هذه المنطقة بالذات إجراءات خاصة قانونية لتسهل لهم المرور إلى منازلهم، منازل أقاربهم أو حتى الأرض الزراعية التي يملكونها. كما ترون الجيش العربي السوري متواجد في الأرض السورية على الحدود على طول محاذاة قناة المياه على بعد أمتار منا، ونحن نمر على الطريق العام اللبناني. من الممكن في أي لحظة أن يضع أحدهم جسراً خشبياً فوق قناة المياه للعبور من الأرض السورية إلى اللبنانية وبالعكس. إذن ضبط هذا الموضوع بشكل كامل شبه مستحيل، وهذا الأمر ليس فقط موجود وصعب بين الحدود اللبنانية والسورية، ولكنه ربما شبه مستحيل في الدول التي هي حدودها متحالية. أراض متحاذية متداخلة لا فواصل بينها، فقط قناة المياه تفصل بين البلدين. الجيشين يضبطان حدود بلادهما، ولكن من السهل جدا أن يضع أي شخص جسرا خشبيا ربما للمرور إلى دولة أخرى. وكما ترون هنا أحد اللبنانيين يتحدث إلى عناصر الجيش السوري
عبر بوابة حدودية وشريط شائك. سوريا على يميننا، وهنا على الطريق لبنان، وعلى يسارنا أيضا لبنان. هذه المنازل التي ترونها على يميننا هي داخل الأراضي السورية، ولكن يقطنها لبنانيون، يملكها لبنانيون، وهي ليست بيت أو بيتين ولكنها بالعشرات للبنانيين يقطنون هنا. إذن أي عملية لمنع سير اللبنانيين الذين يقطنون داخل هذه الأراضي السورية على الطريق التي نسير عليها، لا شك أنها ستسبب أزمة أو ربما كارثة اجتماعية كبيرة. وكيف يمكن للجيش اللبناني أن يواجه مواطنيه؟ هؤلاء الأشخاص الذين يقطنون هنا هم لبنانيون مدنيون غير خارجين عن القانون وغير مطلوبين، ولا يقومون بأي ارتكابات جرمية، وبالتالي لا مجال لمواجهتهم أو لاعتبارهم خارجين عن القانون أو مهربين. إن التظلم كبير الذي يلحق باللبنانيين الذين يقطنون في هذه المنطقة الحدودية وفي هذه الكرة المتداخلة فيما بين سوريا ولبنان. وصلنا الآن إلى مدينة القصر الحدودية، ونسير الآن داخل سوقها. وها هي دورية للجيش اللبناني أمامنا تجول داخل المدينة. لا شك أنها منطقة أيضاً محرومة، حيث معظم أهليها يعتشون من الزراعة وبعض الحرف. استحدث الجيش اللبناني هذا الساتر الترابي ليفصل بين الحدود اللبنانية والسورية في مدينة القصر. الحدود الطبيعية هنا هي شجر السرو كما ترون في الأرض السورية. من السهل جدا العبور في أي لحظة إلى حيث المنازل هناك التي ربما أيضا يملك بعضها لبنانيون. حاليا موجودين على يعني على قريه او مدينه حدوديه اذا فينا نسميها بين لبنان وبين سوريا. صحيح. بس طلال، في معبر باسمك، معبر طلال نصر الدين. هذا المعبر تحدثوا عنه كثيرا، ويبدو انك انت كسر الاقتصاد اللبناني، فشو فيك تخبرنا؟ الشعب اللي بيحكي هيك والدوله بتحكي هيك والمقهورين بيحكوا هيك، بس هيدي اراضي السوريه وهي اراضي لبنانيه. تفشخي فشخه صغيره بتصير باراضي السوريه بتقعد، هلا انت باراضي لبنانيه، انزلي من ترانسفورت باراضي السوري، والعالم مثل ما انك شايف هيدي الدنيا قدامك، يعني منك شايفي اي معبر واي العالم بتسولف. كتر خير العالم المقهوره بتسولف، مو اكثر من هيك. يعني بي ورطنا لا حول ولا ما، يعني شو من طلال. بس ليش المعبر باسمك؟ يعني الشعب المعبر بيقول المعبر. بس فيك فيك تدلني اي هو هيدا المعبر؟ هيدي بيوتنا وهيدا المعبر اللي بيقولوا له هيدا هيدي بيقولوا له المعبر. يعني مطلع. يعني هاي البيوت الموجوده هونيك هيدي بيوتنا، هيدي بيوتكم انتم، هيدي بيوت بس هيدي موجوده بالاراضي السوريه. الاراضي السوريه وكل الارض لتحت، هيدي لتحت لتحت هونيك، كل هاي السهم لهم من اول لاخر. طب شو مشكلتكم انتم مع هيدا المعبر؟ مشكلتنا هلا المشكله اللي عندنا اياها هلا، نحن حصدنا القمح، لا عم فينا لا ناخده على سوريا ولا فينا نجيبه على لبنان. ليه ما فيك تجيبه على لبنان؟ مين مانع؟ ما فينا نجيبه، قال من لانه بصير معبر. نعم، ما اذا هو ما في معبر هلاني، اذا طلع بيطلع المعبر باسمه انه طلع معبر طليق. يعني انتم رافضين موضوع انه يكون اسمه معبر بالنهايه؟ اكيد رافضين، ما في معبر من الاساس. يعني شو زيف تسمي معبر؟ شو بسمي بالضيعه معبر؟ طب هل الاشكاليه من الجانب اللبناني ام من الجانب السوري انه ما في تصاريح انه حتى تقدروا تمروا عبر هذا؟ من الجانبين، هذيك ما انا محسوبين عليهم وهودي ما انا محسوبين عليهم. لا ما فيك تقول، ما انا عارفين حالنا عمين محسوبين. يعني الجيش اللبناني بيعتبر حدوده هلا، بيعتبر حدوده هون، انا خاصه اراضي لبنانيه، والجيش السوري بيعتبر هنا خالصه. نحن وين بدنا نروح؟ نحن هويتنا لبنانيه، ومثل بيقولوا اهلنا ورطونا اراضي سوريه. نعم. طيب شو بنعمل نحن بحالنا؟ انتم معكم مستندات رسميه؟ صحيح. صحيح. مستندات ارض. يعني حضرتك ليه توقفت؟ توقفت العالم تقولوا طلال 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 طلال، وتوقفت الحمد لله وما طلع علي شيء وتبين كل شيء. توقفت 20 يوم وما لو علي شيء ما تتركني الدوله. انتوا اليوم تفضل. انت لو فيكي تنزلي معنا هلانيه بنفرجيكي انه ارضنا من هون لهونيك وزارعينها كلية حنطه، بس نطلع الحنطه لهون شو بيعتبروها؟ انه قطعنا على معبر طليق. شو عم تطرحوا حل؟
بدنا نطرح حال يا بدنا من هالجاش يقدرنا شوي تسهيلات شوي لنقطع بيوتنا بس على بيوتنا يعني ما بدنا نطلع خضرياتنا نطلع يعملوا لنا حل بس طب بس ما في حدود طيب في حدود طيب نحن ونحن خلقنا هيك شو بنعمل يعني بنروح على انيه هلا جبت رمل لهون لعند بيت اهلي هون لعند بيت اهلي ضلينا 3 ساعات رامل باحص بنصب قدام البيت ضلينا 3 ساعات لحتى هودي الرملات الهوني هودي اللي رملت له ضلينا 3 ساعات لخلينا ننزل الرملات لهون يعني الجيش متواجد بشكل دائم هون دائم الجيش ما بيترك ولا ثانيه الجيش طب شو ما طالبكم شو بتطالبوا الدوله طالب الدوله بدنا امانه معبر نظامي معبر نظامي بدكم معبر نظامي هون معبر نظامي امانه نفوت على ارضنا ونطلع مو بدنا نروح على سوريا بدنا ارضنا ما ارضنا يعني معلش طلال بدي اسالك سؤال المعبر اللي هون اذا تم تشريعه اذا اصبح معبر شرعي يحل المشكله اللي بس اهالي بلده القصر بحسب رايك بتحل مشكله الهرمل كلها مش مو بس نحن عم نعاني والله اهل الهرمل شو اسمها البلده الحدوديه هذه مطربة وهل موجود فيها هي لبنانية سكان لبنانية في 13 ضيعة لبنانية زيتها والسويدية ومطربة والعقربية في هذه كرة لبنانية كل سكان لبنانية ويعيش يعيش فيها لبنانيون كل سكان لبنانية شعبها لبناني بس هي أراضي سورية ويدخلون عبر ممرات رملية وعبر ماشي الشرفة. ماشي ما بقى ماشي. فيه ماشي ماشي بيقطعوا بالماي لي. على الأرض اللبنانية متداخلة هي هيدي الأرض هيدي الطريق هي طريق موجودة بالأراضي اللبنانية ولكن سنتجه إلى البوابة المقابلة هيدي البوابة الحديدية هونيك اللي بيقولوا عنا أنه هي معبر القصر شو المشاكل اللي بيعانوا منها أهل هذه المنطقة وأنتوا كبلدية نحن كبلدية عم نعاني كتير هلأ الجيش عم بيضايقنا بكل المناطق اللي هون والمشكلة عنا وين نحن لبنانية بس أراضينا كلها سورية ملك ما فينا الا نروح ونجي على الحدود هلا شو الطريقه اللي بدك تستعملوها هاي بترجع لكم بس بالنتيجه نحن انا مزرعتي جوا انا رئيس بلدي عندي ارضي ومزرعتي جوا والمحصول كله بدنا نشيله هلا عندنا مضايقه من الجيش انه يابا الحدود هيدي لا لازم تتسكر ما بنقدر هي مش من هلا يعني نحن اخدينا من عن جدودنا يعني حديثا اقفل الجيش عليكم هذا الموضوع الجيش عم بيضايقنا كثير بهذا الموضوع ونحن ما فينا بدنا يعني بدنا نطلع محاصيلنا كيف بنطلعها معروف معبر القصر انه يتم عبره تهريب المازوت والمواشي واللحوم والمواد الغذائيه ما انت عم بتلاحظي ما في عندنا التهريب اللي عم يحكوا عنه انه فاتحين الحدود وتهريب مازوت تهريب وين التهريب مليارات الدولارات تقدر المواد التي تهرب عبر هذه المعابر بيعطي الاليه مش عم بيعطي هذيك شانه بس خلي يجوا يراقبوا شو في عنا يوم حصول زراعي يا واحد بده يجيب له خضرياته يا هادي شغلنا ما فيش قصه تهريب وما تهريب وين موجود تهريب سيد خالد جعفر حضرتك معروف انه عندك محطه محروقات في القصر ولديك مؤسسه تجاريه لتجاره المحروقات ولكن انتم اليوم متهمون بانكم تهربون المازوت الى سوريا وبسببكم وبسبب هذا التهريب الاسعار يعني ترتفع وربما ايضا تشح الماده من لبنان فما جوابكم على هذا الموضوع ستنا ما في عمليه تهريب بهذه المنطقه هني بيعدوها عملية تهريب بس هي ما في عملية تهريب فيه هي 32 ضيعة لبنانية قاعدين ضمن الأراضي السورية بياخدوا بالقلم بالعشرين لتر بالعشرين لتر ما في أي عملية تهريب هي بالنسبة للمازوت بس هو الإعلان أخذ أكثر من حجمه هو بضاعة بالشركات مش عم يعطوا بالشركات هي بضاعة مش عم تعطي لأنه الدولة دعمته للمازوت اللي كانوا يعطوه 100,000 لتر بيعطوه 10,000 لتر هو ال 10,000 لتر قدها بدك توزعيهم على المناطق أساسا ما بيروح منهم على سوريا 10,000 لتر ما بيقدوا حتى لمولد اشتراك بالضيعة أو بالمدينة أو بالمنطقة بس الإعلان هو مدخمها أكثر ما هي موجودة لأنه عملية تهريب ما في أنا بأكد لك هذا ولكن سيد جعفر هنالك صور لصهاريج مرت من هنا ما في أي صهاريج مرت عبر الأراضي السورية أبدا هي صهاريج بتمر عبر محطتي أنا عندي محطة وبرجع أنا بوزع من هون للقاع الهرميل كل مدينة نحن بنفوت الصهاريج عبر الجيش اللبناني والجيش اللبناني هو موجود حرس الحدود موجود على الحدود السورية اللبنانية وهذا جيش وطني وجيش محترم وهو بيأكد إذا في عملية تهريب مش إنه كل واحد بعيد عن السامعين له غاية أو له مصلحة إنه يقول والله في عملية تهريب هو بيكون بده له مصلحة بالتهريب التهريب مش عنا التهريب على البور على المرافق
على الشول الشول المغشوش على مش عندنا تهريب. شو عملية تهريب يعني 20,000 لتر مازوت 40,000 لتر؟ هذا ما حدا بيحكي عملية تهريب 10 ملايين ليرة لبناني. هل تشتكون من إجراءات الجيش اللبناني تجاهكم؟ لا، نحن منرحب بالجيش اللبناني، ما بنشتكي من الجيش اللبناني. الجيش اللبناني هو حامي الحدود، بس نحن بعد الشباب وبعد الزعران بيقولوا انه التهريب التهريب التهريب. ما في جيش لبناني على الحدود، يعني اذا في شك بالجيش اللبناني معناته راح البلد، ما ضل في بلد. اذا كل واحد بده يطلع على التلفزيون له غايه يقول انه الجيش اللبناني الجيش اللبناني، لا، الجيش اللبناني شرفاء. اذا ما في جيش لبناني معناته ما في وطن، اذا ما في جيش لبناني معناته ما في وطن.